شهدت حوادث المرور المسجلة خلال 4 أشهر الأولى من سنة 2017 انخفاضاً قدر ب 5.8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 وذلك بكامل تراب الجمهورية، حيث بلغ عدد الحوادث 2106 حادث خلال 4 أشهر الأولى من سنة 2016 مقابل 1985 حادث بنفس الفترة من سنة 2017، أي بفارق 122 حادث. أما عدد القتلى فقد بلغ 410 قتيل خلال 4 أشهر الأولى من سنة 2016 مقابل 404 قتيل خلال نفس الفترة من سنة 2017، أي بفارق 6 قتلى. وبلغ عدد الجرحى 3169 جريح خلال 4 أشهر الأولى من سنة 2016 مقابل 2986 جريح خلال نفس الفترة من سنة 2017، أي بفارق 183 جريح. ومن أهم أسباب الحوادث عدم انتباه المترجل، عدم انتباه السائق، الإفراط في السرعة، المجاوزة الممنوعة. كذلك عدم احترام الأولوية، عدم احترام قواعد الجولان، السياقة في حالة سكر، والسياقة دون رخصة.